معلنة انطلاقته في هذه الفترة الصباحية، شوطنا السادس عشر الخاصة بالأبكار، اللقاية سن المفاجآت، آخر أشواطنا في هذه الفترة الصباحية وآخر سيارة لأبناء القبائل، والفترة المسائية ترقبوا أيضا شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة والأمراء أيضا بانطلاقة سن اللقاية وسن المفاجآت. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين هنا على أرضية هذا الميدان، على بركة الله نيسان بلاتينيوم خصص للفائز بالمركز الأول في شوط الختام. نبدأ مع البداية ونتابع المركز الأول، هناك سياسة سيف بن سالم بن مصبح بن حمد الاكتبي من يقدم لنا سياسة مع سياسة هذا الشوط من خلال سياسة على القمة وعلى هرم هذا الشوط. المركز الثاني هناك شعار بن عيف مع المتحدة، سالم بن محمد بن عيف العامري يتقدم مع المتحدة على ثاني المراكز. المركز الثالث ثالث المراكز هناك شعار أيضا بن بيشان، يا سلام يا سلام، هناك من خلال هذا الشعار وهنا مسكته حمد بن محمد بن بيشان العجمي يتقدم أيضا محللنا وزميلنا أيضا هناك يقدم لنا هذه الانطلاقة مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز من الجانب الآخر حيث الدخول في هذه اللحظات هناك من تتقدم وعد سعيد بن مسعود المالكي القادم من السلطنة، مرحبا بالضيوف على المركز الرابع. المركز الخامس خامس المراكز شعار بودواس يتقدم هناك مع مثيرة صالح بن حسين بن مانع بودواس العجمي على المركز الخامس. هكذا النتيجة هكذا مجريات هذا الشوط، ولكن هناك شعارات لم يحين دخولها لعالم الإذاعة، ترقبوها بالأمتار الأخيرة عن جولة الأوامر الأخيرة بلا شك مع الكيلومتر الأخير، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع الدرعية اللي غيرت الصدارة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط. فيصل بن طالب بن محمد بن شريم مضمر القرن، من لا يعرف هذا الشعار جيدا هذا هو مضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري يقدم لنا الدرعية على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثالث ثاني المراكز هناك وعد سعيد بن مسعود المالكي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز هناك سياسة سيف بن سالم بن مصبح بن محمد الاكتبي يقدم لنا سياسة مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز الله يا مثيرة صالح بن حسين بن مانع بودواز العجمي يتقدم مع مثيرة الإثارة على المركز الرابع والنقلة على المركز الخامس، النقلة من الجانب الآخر. هناك أيضا الواصلة مشهورة عبد العزيز بن ناصر بن حفيظ المري، يا سلام يا سلام، شوط الختام من يختم هذه الجولة بناموس متميز بأداء رائع هنا على أرضية ميدان الشهيد، ولكن نعود مع الدرعية على المركز الأول. فيصل بن طالب بن شريم المري يقدم لنا الدرعية على القمة وعلى قيادة هذا الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز من الجانب الآخر هناك الواصلة وعد سعيد بن مسعود المالكي يتقدم مع وعد على المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز هناك الغزيل راعية الثيل سلطان بن زايد بن عبد الله المزروع يقدم لنا الغزيل، ولكن وصل الشعار الغربي، وصل الاعصار الغربي، وصل ايضا احمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري مع مطفية بقيادة الاسطورة
الأسطورة، من يقود هذا الشعار؟ حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود 1500 يا المالكي، ما تبقى عن نهاية هذا الشوط. وعد 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 على المركز الأول، وعد على الصدارة، وعد على القمة. سعيد بن مسعود المالكي من أبناء السلطنة من بدية، الواصل مع وعد إلى ميدان الشهيد هنا على أرضية هذا الميدان. ولكن نعود ونتابع ثاني المراكز، هناك الدرعية، فيصل بن طالب بن شريب المري، يا سلام يا سلام يا سلام. وهناك مطفية أحمد بن سلطان بن سيف المنصوري مع المركز الثالث المركز الرابع، رابع المراكز هناك الغزيل سلطان بن زايد بن عبد الله المزروعي، يا سلام الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة. ولكن نتابع خامس المراكز، هذه ودة، علي بن محسن بن راشد بن محسن بن نديلة، وصل بن نديلة. ولكن نعود مع الأمتار الأخيرة، السيارة لمن في آخر الأشواط، في آخر الأشواط في هذه الفترة الصباحية، هل تقادر إلى سلطنة عمان؟ هل تقادر إلى المملكة العربية السعودية؟ هل تقادر لدولة الإمارات؟ هل تقادر أيضا لأيضا الواصلة، الواصلة هناك من دولة قطر الشقيقة، والواصل أيضا وصل، أيضا وصل هناك، وصلت عذاب 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 مبارك من أحمد بن مايد الخيالي، وصل المميز. ولكن الدرعية، الدرعية روحت، الدرعية انطلقت بناموس هذا الشوط. شكرا يا مضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري على فوز الدرعية بالمركز الأول. سلام المملكة، سلام المملكة على هذا الفوز وانتصار الدرعية في شوط الختام، من ختمت أيضا أشواطنا الصباحية وآخر أشواط أيضا الجولة الصباحية. والنيسان بلاتينيوم مع الدرعية يقادر إلى المملكة العربية السعودية. سلام يا مضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري على فوز الدرعية بالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الكرام كانت فيه ريحان تبوك حمد بن راشد، كانت فيها أيضا ود علي بن محسن بن راشد بن محسن بن نديلة، والمركز الثالث كانت فيها عذاب مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي على المركز الثالث. يا سلام، هكذا التحديات وهكذا شوط الختام وهكذا الإثارة كانت مع الدرعية. مشاهدينا الكرام، كما نشاهد هذه الإعادة لشوطنا السادس عشر والأخير على هذا المساء، وأيضا هذا الإجماع حقيقة من دول مجلس التعاون الخليج العربي بعد ما شاهدنا واستمتعنا في هذه الفترة المميزة. الآن سبع دقائق يمكن فيها رقم قياسي براشد. نعم، هذه الدرعية للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري فيها رقم قياسي سبع دقائق. نعم، 26 7، سبع دقائق وستة وعشرين ثانية وسبع أجزاء من الثانية، وتحطم الطيب تحت أقدام الدرعية. نعم، الدرعية جابت التوقيت سبع دقائق وستة وعشرين ثانية وسبع أجزاء من الثواني، أقرب لها كان معنا التوقيت مع النبأ وكان سبع دقائق وسبعة وعشرين ثانية، ولكن الدرعية الفيصل بن طالب بن شريم نهنيه على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز، تستاهل الناموس يا بن شريم، وما هي غريبة على شعار بن شريم مضمر القرن هذا الإنجاز وهذا الإبداع وهذا التميز وحطم التيب. نعم.